هذا وأهدي ثمرة بحثي الذي مر في ظروف صحية عصيبة إلى والدتي رحمها الله. وجعلها من الفائزين يوم اللقاء. وإلى والدي حفظه الله. وإلى زوجتي وأولادي. وجميع أفراد أسرتي وأصدقائي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أعتذر عن ضعف صوتي لأني لازلت أعاني من تصلب الأحبال الصوتية بعد العملية التي أجريتها، لذلك سأحاول بحول الله أن أختصر هذا التقرير، وأرجو من الحضور أن يلتزموا الصمت وأن يساعدوا مشايخنا وأساتذتنا على تقديم ما يصلح هذه الأطروحة ويسدد ما فيها من أخطاء. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أفضل العلوم وأقربها إلى الحي القيوم وأكملها علم الدين والشرائع المفهم لما احتوت عليه الشريعة من الحكم والبدائع. والعلوم الشرعية كلها عظيمة الجدوى، لا سيما الفقه أساس التقوى، إذ به يستبين حل الشيء وحرمته، ويعلم فساد العمل وصحته، فهو أولى ما أنفقت فيه نفائس الأعمار، وصرفت إليه جواهر ودرر الأفكار. وقد أسهم الفقهاء في ذلك من المؤلفات، وحشدوا فيه المطولات والمختصرات. ومن أفضل المختصرات على مذهب السادة المالكية مختصر الشيخ خليل بن إسحاق، إذ هو أفضل نفائس الأعناق، وأحق ما رمق بالأحداق، وصرفت إليه همم الحذاق، إذ هو عظيم الجدوى، بليغ الفحوى، مبين لما به الفتوى، أو ما هو المرجح الأقوى. قد جمع الاختصار في شدة الضبط والتهذيب، وأظهر الاقتدار في حسن المساق والترتيب، فما نسج أحد من واله، ولا سمحت قريحة بمثاله. وقد جهد أعلام المدرسة المالكية من أواخر القرن الثامن إلى زماننا هذا في العناية بالمختصر، فاشتغلوا به شرحا ونظما وتحشية واستدراكا. وقد رأيت أن يكون موضوع بحثي لنيل درجة الدكتوراه بجامعة ابن الزهر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، شعبة الدراسات الإسلامية، مختبر المناهج العلمية في تفسير الخطاب الشرعي، عن إسهامات تلامذة الشيخ خليل في خدمة المختصر، جمعا لنسخه وتبييضا لمسودته، وإكمالا لنقصه، وضبطا لنصه، وحلا لعباراته، وإيضاحا لإشاراته، وشرحا لغريبه، وإبرازا لفوائده، وتقييدا لشوارده، وتدريسا ورواية لمتنه. وسميته المدرسة الخليلية، أعلامها ومنهجها
وامتدادها. وقد اقتصرت في هذا البحث على تلامذة الشيخ خليل الذين درسوا عليه وشرحوا مختصره، وهم عبد الخالق بن الفرات المتوفى سنة 94 بعد المئة السابعة، وبهران بن عبد الله الدميري المتوفى في السنة الخامسة بعد المئة الثامنة، وعبد الله بن مقداد الأقفاسي المتوفى سنة 23 بعد المئة الثامنة، وخالد بن يوسف البساطي المتوفى سنة 29 بعد المئة الثامنة. أولا، أهمية الموضوع وسبب اختياره. كل بحث له بواعث تحض على نشدان ضواله واقتناص طرائده، وقد وقع اختياري على هذا الموضوع للأمور الآتية: تطلعي وحرصي على الاستزادة من الفقه على أصول وقواعد مذهب الإمام مالك رحمه الله، وذلك من خلال دراسة مختصر خليل والوقوف على شروح تلامذته والانتفاع باجتهاداتهم ومنهجهم في تأصيل مسائل المختصر. اعتنى فقهاء المالكية من أواخر القرن الثامن إلى يومنا هذا بمختصر خليل عناية فائقة لم يحظى بها إلا النزر اليسير من التآليف، فأحببت أن تكون لي مشاركة في دراسة هذا السفر المبارك من محور ومن جانب لم يتطرق له أحد من الباحثين قبلي في حدود ما وقفت عليه. رغبتي في دراسة شخصية الشيخ خليل والتعريف بتلامذته الذين لازموه ودرسوا عليه وشرحوا مختصره وبيان جهودهم في نسخ المختصر وتبييضه وإكماله وحل مشكلاته وشرح غريبه، والمؤمل بفضل الله عز وجل وتوفيقه أن يكون هذا العمل بإذن الله إضافة لمكتبة الفقه المالكي لارتباطه بدراسة كتاب جمع فيه الشيخ خليل خلاصة ما به الفتوى ناصا على الأرجح والأقوى. ثانيا، الدراسات السابقة بعد البحث والسؤال لأهل العلم والتخصص لم أقف على دراسة سابقة تناولت جهود تلامذة الشيخ خليل ومنهجهم في خدمة المختصر، وأحسب والله أعلم أن هذه الدراسة هي الأولى في هذا الباب. ثالثا، منهجية البحث. نهجت في هذه الدراسة المنهج التحليلي الاستقرائي، واتخذت في دراسة فصول هذه الدراسة الطريقة الآتية: عرفت بأعلام المدرسة الخليلية بشكل موسع، وبينت ما يتعلق بتواريخ ميلادهم ونشأتهم وشيوخهم ووظائفهم ومصنفاتهم المطبوعة والمخطوطة. بينت منهج أعلام المدرسة الخليلية في ضبط ألفاظ المختصر من خلال تبييض مسودته وإكمال نقصه وتنقيح مفرداته، وقد وضعت عنوانا مناسبا لكل مسألة ورتبتها على أبواب المختصر. بدأت في كل مسألة بنقل كلام الشيخ خليل ثم بذكر ما وقفت عليه في المصادر المطبوعة والمخطوطة من كلام تلامذته، ثم أنقل بعدها كلام فقهاء المالكية وأناقش الأقوال وأدرسها وأبين مستند كل قول. تتبعت الألفاظ الغريبة التي شرحها أعلام المدرسة الخليلية ورتبتها على أبواب المختصر، ونقلت كلام العلماء في شرحها من أمهات كتب اللغة والغريب والمعاجم. اجتهدت في التعريف بشروح تلامذة الشيخ خليل المختصر ودورهم في إقرائه وروايته، وجمعت النقول الواردة عنهم في شروح المختصر التي جاءت بعدهم. عزوت الآيات القرآنية إلى أماكنها في المصحف الشريف
خرجت الأحاديث النبوية والآثار ونقلت حكمها من كلام النقاد ما لم تكن في الصحيحين أو أحدهما. ترجمت لبعض الأعلام الذين وردت أسماؤهم في الدراسة ترجمة مختصرة مقتصرا على ذكر الاسم والكنية وبعض الشيوخ وبعض المؤلفات وتواريخ الوفاة. شرحت بعض المفردات والمصطلحات التي تحتاج إلى شرح لتيسير الفهم. وثقت النقول الواردة في الدراسة من مصادرها الأصلية المطبوعة والمخطوطة، وتعقبت بعض الأوهام التي وقعت في المصادر التي نقلت منها حسب ما يقتضيه المقام، وذيلت الرسالة بفهارس علمية تيسر الاستفادة منها. رابعا، خطة البحث. قسمت البحث إلى 4 فصول. الفصل الأول للتعريف بأعلام المدرسة الخليلية وفيه 5 مباحث أختصر ذكرها حتى لا أطيل عليكم. الفصل الثاني منهج أعلام المدرسة الخليلية في خدمة المختصر وفيه 2. الفصل الثالث شرح غريب مختصر خليل. الفصل الرابع امتداد المدرسة الخليلية وفيه 3 مباحث إسهامات أعلام المدرسة الخليلية في رواية المختصر. المبحث الثاني إسهامات أعلام المدرسة الخليلية في شرح المختصر. المبحث الثالث نقول شراح المختصر عن أعلام المدرسة الخليلية. وختمت هذا البحث بخاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات الآتية. أولا النتائج. مختصر الشيخ خليل عمدة المالكية في مشارق الأرض ومغاربها، وقد يسر الله أعلام المدرسة الخليلية لجمع نسخه وتبييض مسودته وإكمال نقصه وضبط متنه وشرح غريبه. أعلام المدرسة الخليلية من أعيان المذهب المالكي وفضلائه في زمانهم، تميزت شروحهم للمختصر بميزات استفادوها من تتلمذهم على يد شيخهم، فهم أعلم باصطلاحاته وأفهم وأدرى بمرام عباراته. شروح أعلام المدرسة الخليلية هي عمدة كثير من شراح المختصر المتأخرين، إليها يردون وعنها يصدرون، وكل من جاء بعد تلامذة الشيخ خليل فهو عالة عليهم في التعامل مع أغلب مسائل المختصر. تميزت شروح أعلام المدرسة الخليلية بثرائها وجمعها لمسائل كثيرة، مع تمكن في الصناعة الفقهية وإحاطة بالآراء داخل المذهب واطلاع واسع على الآراء في المذاهب الأخرى. ثانيا التوصيات. أولا، على الباحثين في الفقه المالكي أن يعتنوا بثورات تلامذة الشيخ خليل، وذلك بالحرص على تحقيق المخطوط من مؤلفاتهم، وأغلب شروحهم لا تزال مخطوطة، والبحث والتنقيب عن المفقود منها وجمع ما تفرق من النقول عنهم في شروح المختصر المطبوعة. ثانيا، الشرح الكبير لتاج الدين بهرام من الذخائر النفيسة والشروح الجامعة التي ينظر مثلها، يجمل بطلبة الفقه المالكي بذل الجهد لتحقيقه وإخراجه للاستفادة منه. ثالثا، اشتملت شروح أعلام المدرسة الخليلية على مسائل تستحق أن تفرد ببحوث ودراسات علمية. هذا وأهدي ثمرة بحثي الذي مر في ظروف صحية عصيبة إلى والدتي رحمها الله، وجعلها من الفائزين يوم اللقاء.
وإلى والدي حفظه الله، وإلى زوجتي وأولادي، وجميع أفراد أسرتي وأصدقائي، وإلى جميع الأصدقاء الذين حضروا من مختلف مدن المغرب ومن خارج المغرب ليشاركوني في هذا اليوم المبارك بحول الله. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أوجه عظيم شكري ورفيع امتناني إلى كل من فضيلة الأستاذ الدكتور المحدث محمد بن الحسين دقشيش أبو مالك زاده الله من أفضاله وأطال عمره وأحسن خاتمته، فقد أكرمني بقبول الإشراف على هذه الرسالة، وكان لي بحق مشرفا كريما ومربيا حكيما انتفعت بتوجيهاته ونصائحه وتصويباته، وأكرمني بمرافقته في سفره ودخول بيته، وكان كأبا رحيما جزاه الله خير الجزاء. وإلى السادة الأساتذة الدكاترة أعداء اللجنة المناقشة على قبولهم مناقشة الرسالة، أجزل الله لهم المثوبة. وإلى فضيلة الدكتور عبد اللطيف الجيلاني الذي أرشدني للاشتغال على هذا الموضوع وأمدني بكثير من المصادر المطبوعة والمخطوطة، وكان دائما يساعدني في الدراسات العليا وفي غيرها، فله مني جزيل الشكر. وإلى جميع أساتذتي ومشايخي في شعبة الدراسة الإسلامية وفي وحدة مناهج النقد في دراسة السنة النبوية بالدار البيضاء، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور زين العابدين بلفريج، لما حظيت به منهم جميعا من تشجيع وعون وصبر ولين، أسأل الله أن يتقبل منهم وأن يجعل ذلك في صحيفة أعمالهم. ولا أنسى فضيلة الشيخ الدكتور البخاري عجل الله له بالشفاء، فقد أكرمني مرارا غاية الكرم، وتعلمت من سمته وأدبه وهديه قبل أن أتعلم من علمه، فله مني جزيل الشكر هذا. وأسأل الله الهداية والرشاد والعفو والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.